مال حاليا عندنا ومعايا طبعا نجم لعبه الام ام اي ولاعب فريق كي اتش كي وام ام اي حمزه الكوجي. تشرف معك كابتن. هلا هلا اخوي. نعم. جيري شلونك؟ الله يطول عمرك سنك. طبعا المنافسات اليوم جميله شهدناها على صاله مدينه خليفه الرياضيه في الملاكمه. اي والله فايتات زينه ان بتكون هاي ثاني بطوله بوكسينج في البحرين. فالملاكمه شيء جديد في البحرين فنا قاعد نشوف هالشيء وهاي مباراه وايد بتكون حلوه بين لاعبين من بحرين فايترز ومن جي دي بوكسينج. نعم ناديين مختلفين من اوائل نوادي الملاكمه في البحرين. اللاعب بالركن الازرق هو من بحرين فايترز ومن بالركن الاحمر هو من جي دي بوكسينج. نعم اعتقد اللاعبين هم احمد مصطفى سعيد من بحرين فايترز وسلطان هشام يوسف من جي دي بوكسينج. لا هو راشد يوسف جناحي. نعم مع محمد خليفه. راشد من بحرين فايترز ومحمد خليفه من جي دي بوكسينج. النزال موجود على حلبه الملاكمه من صاله مدينه خليفه الرياضيه اخوي حمزه. نعطي المشاهد بعض التفاصيل الفنيه عن اللعبه. فنشوف ان اللاعبين صغار في السن خاصه اللاعب من جي دي بحرين فايترز اللي لابس ازرق لاعب صغير في السن ممكن 16 17 سنه لكن نشوفه قاعد يهجم الحين. اعتماد اللاعب طبعا راشد على اللكمات القصيره او يفرق عنده. نشوف ان محمد خليفه هو اللاعب الاطول فهو اللي لازم يخلي مسافته بس راشد قادر يتمكن انه يدش له. فكل ما راشد قادر يتمكن انه يدش له فنشوف ان راشد هو اللي قاعد يغلب هو اللي قاعد يلاكم. فمحمد خليفه لازم يخلي مسافته يقدر يطق من برا لانه هو عنده طول يده وعنده الطول. حاليا في افضليه للاعب محمد خليفه. حاليا لحد الان والله ما يندرى نص نقدر نقول 50-50. الحكم يوقف النزال بريك. نشوف محمد خليفه لازم يخلي مسافته. راشد جناحي يدش راشد جناحي قاعد يشغل جاب اللي هو اليد اللي قدام اليد الضعيفة. حركات راس حلوة من راشد جناحي. الحين نشوف نفس راشد جناحي ناطر محمد خليفة يقط يده عشان يستخدم هالوقت انه يقدر يدخله داخل. شو راسه دايما يتحرك ما قاعد يتم راسه في النص دايما قاعد يتحرك يمين ويسار. أجين نفس ما نشوف اوكي خلصت اول جوله. طبعا الجيم عباره عن ثلاث دقائق او الجوله الواحده الراوند عباره عن ثلاث دقائق ثلاث جولات وثلاث جولات في الجيم الواحد. في افضليه للاعب الراشد او محمد خليفه. هو راشد قدر محمد خليفه قدر ينزل اكثر لانه كان مخلي مسافته بس راشد كان قادر يدش وكان قادر يستخدم الوقت ككاونتر. كاونتر سترايك هو نفس ما نقدر نقول ان اللاعب يدش هو ياخذ هالوقت انه يطلع او انه تكون مضاده انه اول ما يطق هو يضاد الطاقه. طبعا طاقم تحكيمي اعزائي المشاهدين رئيس لجنه الحكام في هذه البطوله ناصر القبندي عضو مجلس اداره الاتحاد الكويتي للملاكمه وايضا عضو اللجنه صابر نجم حكام البطوله البضاء طبعا من دوله الكويت الشقيقه عبد الله الرقم ومن جبل العازمي ومرزوق العود
وجدان المصيري ايضا. مستوى تحكيمي جيد حمزه في هذه البطوله لحد الجوله طبعا اللي مشاهده عليه. اي نعم، يعني الحكم من الكويت حكم المستوى التحكيمي شفناه في بطولات وايد، عنده خبره وايد في الملاكمه، وخاصه ان الملاكمه جديده في البحرين، فنشوف ان الشيء وايد قاعد يتطور بسرعه. الحين نبتدي بالجوله الثانيه. بين راشد ومحمد خليفة. طبعا فريق بحرين فايترز وبحرين جيلي بوكسينج. محمد خليفة من جيلي بوكسينج وراشد جناحي من فايترز. محمد خليفة باللبس احمر نفس ما نشوف. اوب جناحي نقطة. محمد خليفة يمد يده عشان يدش لداخل يستخدم الكاونتر. نشوف هالستايل اللي يتميز فيه مايك تايسون. طبعا اسم عريق في لعبه الملاكمه. ايه فنشوف الحين محمد خليفه اللي الحين مخلي الريتش ماله. جاي اللي لازم يسوي جناحي، يحكر محمد خليفه في الزاويه، هاي اللي قاعد يسويه. طول القامه يفرق عند محمد خليفه. اي طول قاعد يستخدم الطول بطريقه ايجابيه حقه. شو راشد وفي البوكسينج كل ما تلصق تقدر تعود لاعب اللي معاك عشان الحكم يفوتك. ف هاي الشيء اللي قاعد يصير الحين، راشد قاعد يحاول يصك المسافه، وتشوف شوف راشد كل ما يدخل يقدر هو ينزل ضربات. فكل ما يدخل محمد خليفه قاعد يعوده عشان الحكم يوقف عشان يقدر يستخدم الطول، لكن شوف راشد هو اللي قاعد ينزل لحد الان. ضربات حلوه من جناحي. جناحي لاعب صغير في السن 16 17 سنه. سبق له ان شارك في بطوله هامي ديفيدسون في حلبة البحرين الدوليه. شارك عادل؟ اي نعم شارك في ثاني بطوله له. نفس الشيء راشد يحاول يدخل اجين نفس ما نشوف. حلو لكمات حلوه من راشد. محمد خليفة شوي تعب وضربة كلين شوت. الحكم يوقف النزال. ضربات قوية من راشد. خلصت الجولة الثانية، الجولة الثانية نقدر نقول انها راحت حق راشد. الحين بداية الجولة الثالثة. بريك دقيقة ونروح حق الجولة الثالثة. نعم أفضلية موجودة حق راشد. الأفضلية أي نعم، راشد نقدر نقول انه غلب الجولة الثانية. محمد خليفة يعني عنده عامل الطول كان يقدر يستغله بشكل أفضل. بس نشوف ان لياقة راشد أكثر، لأن وراشد استغل هالشيء انه تم يدخل وخلى محمد خليفه انه يبتدي يتعب. فالحين قاعد تشوف، لان اذا تبي تتم من برا تلعب لازم يبي لك لياقه، الكارديو مالك لازم يكون فوق. فراشد عرف هالشيء انه قدر يستخدم من البريشر انه يحط الضغط على محمد خليفه، ومحمد خليفه بدا يرجع وبدا شوي يخسر من الكارديو ماله. فبدا يعني بدات سرعته تبطا شوي بين الجولات. الحين بين نهاية الجولة الثانية بدا لعبه شوي يصير ابطا. عنصر الخبرة موجود عند راشد أكثر من محمد خليفة. نقدر نقول، بس لكن اللاعبين اثنيناتهم يعني توهم بدون يعني بدون خبرة كثيرة، بس نشوف أن لاعبين بحرين عندهم قلب، يعني قاعد يلعبون كل قلبهم، وهي الشيء اللي قاعد يسوعد الحين. نشوف
شاء الله الجولة الثالثة تبتدي مع راشد. نفس الشيء تشوف راشد يحرك راسه ينطر ينطر محمد خليفة يقطع يده ويدخل. اوه هاد موفمنت حلو من راشد. اقوى جيم تقريبا اليوم حصلنا في لعبه او في منافسه الملاكمه. مباراه حلوه اليوم نفس ما نشوف راشد يتم شو راشد بس ينطر محمد خليفه يطقل يبتدي يقط كله يقط يده اليسار هوك بيده اليسار. اجين راشد ناطر ضربة من محمد خليفة قوية لكن لا تصيب. راشد كله قاعد يتقدم كله قاعد يتقدم يمارس الضغط على محمد خليفة. محمد خليفة راشد حاكم محمد خليفة في الزاوية. ضربات حلوة من محمد خليفة. ما شاء الله راشد لاعب صغير في السن لكن نشوف له مستقبل في الملاكمة في البحرين. اوه ضربات ضربات قوية نشاط حكم. نشاط كبير في حال. نفس ما نشوف ان ملاكمة هو فالحكم يوقف المباراة بسرعة يعني اول ما نشوف ان لاعب قاعد يتلقى ضربات بسرعة يوقفون المباراة عشان يعني توقفات العديدة بحكم ان اللاعبين من الهواء. اي في في الاحتراف تشوف يخليهم يستمرون اكثر بس ان هني عشان ما تصيد اصابات وان اللاعبين صغار وتوهم بادين وما هاي شيء بيخرب على مسيرتهم الذاتية يعني. هل خلص النزال؟ خلص النزال و اثر عليه الضربات. فهو كل ما يصير يعني ضربات الحكم يعطي كاونت داون اللي هو 10 ثواني. ف ما ادري صار في هالعشر ثواني هل محمد خليفه قال ما اقدر العب او عادله وما كان واقف سيده. ف وفي عده اشياء في الملاكمه يعني اذا كنت ما كنت واقف عادل ومرفع يدك في العشر ثواني للثانية السابعة او السادسة الحكم يوقف. فما يندر راح ايش صار. لكن الفوز وصل حق راشد. مبارك له مبارك راشد لاعب صغير كل التوفيق. ألف مبروك لراشد جناحي من فريق بحرين.